الجمهور الحسيني كل الحاضرون بحفظ المقامات والذوات المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعون لكل مهرجان حسيني يجد بكثير من قصائدي وجود للفقيد الشهيد الخادم سيد ناجي، كان يبكي كثيرا لعمته زينب. مع قصائدي سأشركه بثواب ما سأقرأه لهذه الليلة. ما لي أرى لون السماء تغيرا، أوجاء عاشوراء أم ماذا جرى؟ أو فاطم نشرت قميص حسينها أم صار وجه العرش أشعث أغبرا؟ ما لي أرى لون السماء تغيرا، أو جاء عاشوراء أم ماذا جرى؟ أو فاطم نشرت قميص حسينها أم صار وجه العرش أشعث أغبرا؟ ما للنجوم تلاطمت بضيائها والدمع من حور الجنان تحدرا؟ فالغيم أعلن حزنه بحداده، وحداد ذاك الغيم أن يتصحرا. قمر تخضب نوره بظلامه، وبكت عيون الشمس ضوءا أحمرا. سمعت بواعية الحسين مجددا، فبكت ملائكة وصوت كبرا. ذبح الحسين من الوريد لزينب، الله أكبر. ما للنجوم تلاطمت بضيائها والدمع من حور الجنان تحدرا؟ فالغيم أعلن حزنه بحداده، وحداد ذاك الغيم أن يتصحرا. قمر تخضب نوره بظلامه، وبكت عيون الشمس ضوءا أحمرا. سمعت بواعية الحسين مجددا، فبكت ملائكة وصوت كبرا. ذبح الحسين من الوريد لزينب، الله أكبر. ما جرى كي ينحرى؟ من كان ستر العالمين رداؤه سلبوه، والجسد الشريف توذرا. أيحق للخيل الصعود لوجهه؟ أم كيف تلك الخيل تسحق منبرا؟ من كان ستر العالمين رداؤه سلبوه، والجسد الشريف توذرا. أيحق للخيل الصعود لوجهه؟ أم كيف تلك الخيل تسحق منبرا؟ فتكسرت تلك المفاصل كلها، والسهم في صدر الغريب تكسرا، والرأس فوق الرمح ينزف آية من أم حسبت وما يزال مؤثرا؟ قد كسروا أسنانه بحجارة، وعلى سنان الرمح ظل موقرا. أيحق للخيل الصعود لوجهه؟ أم كيف تلك الخيل تسحق منبرا؟ فتكسرت تلك المفاصل كلها، والسهم في صدر الغريب تكسرا، الرأس فوق الرمح ينزف آية من أم حسبت وما يزال مؤثرا؟ قد كسروا أسنانه بحجارة، وعلى سنان الرمح ظل موقرا. فبكت ملائكة وصوت كبرا. في الأرض قد سبيت عيال محمد، ذبح الفراشة أن تقاد وتؤسرا. بدخول ذاك السوق كان سؤالها، كيف الضمائر قد تباع وتشترى؟
كم من كلام ضاع بين خيولهم وعلى الشفاه الذابلات تعثرا، كم من عريس مات يوم زفافه وبذاك وجه الأمهات تعثرا، كم من نداء بات دون إغاثة، إن كنت حيا فالنساء كما ترى فرت إلى البيداء طوع سياطهم يركضن خوفا والعدو تبخترا، كم أين أنت وأين أنت ولم تجب، كم من سؤال والجواب تعذرا، هل في فنون الحرب تسلب طفلة، هل إن في ذبح الرضيع مبررا، كم من كلام ضاع بين خيولهم وعلى الشفاه الذابلات تعثرا، كم من عريس مات يوم زفافه وبذاك وجه الأمهات تعثرا، كم من نداء بات دون إغاثة، إن كنت حيا فالنساء كما ترى فرت إلى البيداء طوع سياطهم يركضن خوفا والعدو تبخترا، كم أين أنت وأين أنت ولم تجب، كم من سؤال والجواب تعذرا، هل في فنون الحرب تسلب طفلة، هل إن في ذبح الرضيع مبررا، هل إن في حرق الخيام شجاعة وبحرقها قلب البتول تسعرا، هل إن في ضرب العليل رجولة كالشمس من فوق النياق تكورا، عجبا وحق القلب أن يتحسرا، فبأي صبر قلب زينب صبرا، في نينوى حتى النخيل تعسكرا، وكلام عين الشامتين تخنجرا، هل إن في ضرب العليل رجولة كالشمس من فوق النياق تكورا، عجبا وحق القلب أن يتحسرا، فبأي صبر قلب زينب صبرا، في نينوى حتى النخيل تعسكرا، وكلام عين الشامتين تخنجرا، ما كانت الحوراء إلا حيدرا أو حيدرا أو حيدرا أو حيدرا، أدت رسالتها بحفظ أمانة، والنصر في تلك الظروف تصدرا، لكن ذاك الحزن كان بروحها حزنا حسينيا يحاكي الجوهرا، بنهار عاشوراء تركض حيرة نظراتها بين الثريا والثرى، ما الحل لو حل الظلام بكربلا، بنهار عاشوراء تركض حيرة نظراتها بين الثريا والثرى، ما الحل لو حل الظلام بكربلا، ومجيء ليل الشامتين مبكرا، فتوجهت صوب الفرات وقولها كم من سؤال والجواب تعذرا، ولسان حال الخدر جاء بدمعها، في الليل ما حال العقيلة يا ترى، وبدا لي الاهدعش بس بدا بلا عباس، ولي البلا ابو فاضل ما مساهرت، وين وين خيمتهم الكلها تراب يخنقني هواها شما تنفست، وين وين حارسهم المدر منين، وين وين حارسهم المدر منين، شفت خنجر بجفه ومبتسم شفته واقف بالمكان اللي بيقف عباس، الطمت وجهي وصحت عباس، بدلي الاهدعش بس بدا بلا عباس،
ولي البلا ابو فاضل ما مساهرت، وين وين خيمتهم الكلها تراب يخنقني هواها شما تنفست، وين وين حارسهم المدر منين شفت خنجر بجفه ومبتسم شفت، واقف بالمكان البي يقف عباس الطمت وجهه وصحت عباس وين انت، بجيت وقلت هاي ما تمر على البال هاي البيها زينب تنذبح سكت، بخيمتهم بقيت وصرت كل عيون اوزع صبري بين الوينة واليمت، هذا ان شاء الله وهذا الصبر مريود وهذا الله كريم وهذا شيمت وهذا اسم الله عمه وهذا يما شبيك وهذا اصبر يا روحي وهذا لازمت وهذا من العطش ماسكت رادي يموت تلاحقته وعلى اجتافات نيمت وهذا البعد يرجف من صهيل الخيل وهذا التومات الخيل ساحقته وهذا خيمتهم بقيت وصرت كل عيون اوزع صبر بين الوينة واليمت، هذا ان شاء الله وهذا الصبر مريود وهذا الله كريم وهذا شيمت وهذا اسم الله عمه وهذا يمه شبيك وهذا اصبر يا روحي وهذا لازمت وهذا من العطش ماسكت رادي موت تلاحقته وعلى اجتافات نيمت وهذا البعد يرجف من صهيل الخيل وهذا التومات الخيل ساحقت وهذا المحترق بس مدري من يا نار مدري من الخيم مدرع لوالد وهاي تصيح يا ابني وهذا المحترق بس مدري من يا نار مدري من الخيم مدرع لوالد وهاي تصيح يا ابني الرمل حار عليك وهاي تصيح بويا وثوبة شابكت وهاي تريد ماي الحنة العريس مصدومة وبعدها تفكر بزفت وهاي تلولي هاي تلولي تلولي نام نام وشاب قال كاروك وهاي تصيح عمي وانا وين انت وهذا هذا الحارس اللي على الخيمه ظل ما راح الكتني قل لي هاي العائله بذمت هنا طحت على وجهي وقمت مدري شلون اباوع للعليل العبره خانكت الله يساعد الما يشكي من علت ويني روح حقي يباوع العنت هنا هذا الحارس اللي على الخيمة ظل ما راح الكتني قل لي هاي العائلة بذمت هنا طحت على وجهي وقمت مدري شلون وباوع للعليل العبر خانكت الله يساعد الما يشكي من علته وين يروح وين يروح حقه يباوع العمت هذا صار بس قلبي يريد يصير وفجر لي الهدعش شمات ناطرت بدمنا وش حكيهم بدمنا وش حكيهم على النوق النوق وبديت اسمع حكي ما يوم سامعت شنو نجيب الحبل ونشتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته شنو بالكوفة بدمنا وش حكيهم على النوق 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 وبديت اسمع حكي ما يوم سامعت شنو نجيب الحبل ونشتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته شنو بالكوفة باكر وادم يصيحون بالكوفة علو ما يفزع البنت شنو بصوت خادمكم بدمنا وش حكيهم على النوق النوق وبديت اسمع حكي ما يوم سامعت شنو نجيب الحبل ونجتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته شنو بالكوفة باكر وادم يصيحون بالكوفة علي وما يفزع البنت شنو بصوت الطبل شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوك ها وين الكفيل شلون عافخته شنو بالعوض شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوك ها وين الكفيل شلون عافخته شنو على عوادهم من يصعد السجاد
شنو مني يسولف يقطعون سالفته؟ شنو يضحك يزي؟ شنو على عوادهم؟ شنو على عوادهم من يصعد السجاد؟ شنو مني يسولف يقطعون سالفته؟ شنو يضحك يزيد قبال راس حسين؟ شنو بالخيزران يقلب بشفته؟ شنو التبكي؟ شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوك؟ ها وين الكفيل شلون عاف اخته؟ شنو على عوادهم من يصعد السجاد؟ شنو من يسولف يقطعون سالفته؟ شنو يضحك يزيد قبال راس حسين؟ شنو بالخيزران يقلب بشفته؟ شنو التبكي على والدها بخرابة تموت يضربوها إذا بالحلم شايفته؟ ومن بين الحكي من بين الحكي قالوا انطب بسوك. اسمعت كل الحكي ومو كله سولفته، عفت باقي الحكي خاف العليل يموت، وبقيت ويا ابو الباقر لحظة ما عفته. باكر شام بس اطلب طلب بالشام، اسولف للكفن الحكي اللي ما قلت، من يوصل اخبار الحضرة العباس؟ من يوصل اخبار الحضرة العباس؟ اول خبر لازم يوصل بوقت، بس خي قل زينب طبة ارض الشام ما تدري بنفسها عدل الهويت.